هاد البسبوسة يا البنات كتستحق تجربوها، كتجي بنين لمذاق ما نعاودش ليكم. هي هشيش وبنين، الا بغيتو الطريقه تبعوني باش تشوفوا المقادير. كتجي بنين وزوين، ها هي كيف ما كتشوفوا من الداخل خاوي وزوين وهشيش بحال القطن، ما كتفرسش نهائيا. وتبعوني باش تشوفوا الطريقه. السلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال البسبوسه، كتجي زوين وسهل. عندي الكاس ونص ديال السميد، يكون السميد رقيق، نص كاس ديال العصير ديال الليمون، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، معلقه ديال القشور ديال الليمون، جوج معالق كبار ديال الكوك، معلقه ديال الكونفيتير، بيضه واحده، واحد شاشيه ديال الخميره ديال الحلوه، واحده ديال الفاني، جوج تفاحات قشرتهم حيت ليهم القشره، غادي نحكهم، وشويه ديال الملحه. انتم معايا تشوفوا الطريقه كتجي زوين وسهله البنات. هاد البسبوسه يا البنات كتجي زوين وسهل، ما كيحتاج المكونات بزاف. غندير ليها البيضه وحده، ونزيد نص كاس ديال السكر، ونزيد عليها الشاشيه ديال الفاني، نحركهم مع بعضياتهم حتى يتخلطوا مزيان. عاد غادي نزيد نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الليمون. المهم غادي نزيد المكونات كاملين. الا بغيتو تخلطو في الخلاط غادي تخلطو بيه، الا انا غادي نخلطها غير بيديا حيت هاد البسبوسه البنات ساهل وما كتحتاجش مرا بزاف، دغيا دغيا غادي توجديها. هي دابا خلطت هاد المكونات كاملين، غادا نزيد عليها ديك التفاح حكيتها. كتجي البسبوسة زوين مع المذاق ديال التفاح، كتجي بنين. غادي نخلطها مزيان، عاد غادا نزيد الكوك، ونزيد السميد، وديك الخميرة ديال الحلوة. انتم معايا
هي عندي هاد ليمونين الصغير، الا بغيتي ديروا حتى فهاديك المول كبير ديروا فيه، انا اخترت هذاك الصغار. زهنتهم شويه ديال الزبده ودرت لهم شويه ديال السميد. ما هي البنات ما كيتلصقوش نهائيا الا درتي لهم الزبده والسميد، ما غاديش يتلصق لكم ما تخافوش. هاي كما كتشوفوا خلطت البسبوسه ديالي، خليتها شويه شي جوج دقائق بحال هكاك. هي غادي نحركها، عاد غادي نديرها في المولان، غادي نبقى نزيدها غير جوج معلق. كل المول غادي نحط فيه جوج معلق. هاهي البنات صافي، غنبقى بحال هكاك حتى انا ندير فيهم من نفس الطريقه. جوج معلق يكونوا بحال بحال، ما غاديش نعمرهم بزاف حيت مازال غادي يتنفخوا الا كيطيب. انتما معايا تشوفوا الطريقه كتجي ساهل وزوين، دغيا دغيا تجديها. هي البسبوسه ديالي اللي درتها في الفران، غادي نخليها فيها 25 دقيقه وتغيا دغيا كتوجد. هانتوما معايا هي دابا غادي نصايب السيرو اللي غادي نسقي البسبوسه. عندي نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر، نص حامضه، غادي نديرهم في الكاسرون حتى يطبخوا مزيان. عاد غادي نزيد ليه المعلقه ديال العسل. هانتوما معايا كيجي بنين وزوين. نزيد هاد شويه ديال العسل، هي البسبوسه ديالي طايبه كتجي بنين لهشيش. ودابا غادي نسقيها بهذيك السيرو اللي صايبت، كتجي المذاق بنين مع المذاق ديال الحامض مع العسل، كيجي زوينين. صافي غادي نسقيها كامل بحال هكاك ونخليها شويه حتى تكون برد، نخليها شي 3 دقائق. عاد غادي نحيدهم في المول، ما غاديش نقيسوهم دابا حيت مازال سخونين. غادي نسقيهم نغطيهم 3 دقائق بحال هكا، عاد نحيدهم في المول. هي الطريقه ديال البسبوسه كتجي بنين وزوين، المذاق ما نعاودش ليكم بنين. وهي درت ليه شويه ديال لوزيفيلين، ها هي زوينه بزاف وما كتحتاج الوقت بزاف. دغيا دغيا تجديها حتى الفران ما كتشد الوقت بزاف، فخليتها فيها غير 25 دقيقه. هي زوينه
ما تنساوش اللايك يا البنات، ما تنساوش اللايك، دفعوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم. Thank you.